أول يوم اعتقال كان أصعب يوم، يعني كان يوم غريب. يعني كنت أصلا تعبان من الجامعة، مروح كنت منزل مادتين بنابلس عشان بدي أتخرج. وأنا مروح عادي في مخزون كان اسمه بيت إيبا، طبعا طابور عادي الناس واقفين طابور، الناس وين الحال وزي الحال. أنا واقف على الطابور عادي ومجهز هويتي زي ما حكوا لي أهلي، دايما أهلي بيحكوا لي لما ترجع على المخزن دايما طلع هويتك عشان ما تطولي ويصوتوا عليك الجيش. عادي مطلع هويته وماسكها يعني ومقدم لقدام، بس اللي بياخذ الهويات في واحد فوقي على المنصة فوق. بس اجى دوري ما لقيته الا سحب البارود بطريقة وكان بده يطخ. لفيت انا فكرت حدا وراني، لفيت ما لقيتش حدا، حكيت له هيك انه علي بدك تطخ. صار يصوت، لما صوت وسحب برضه مره ثانيه كانه بده يطخني، كان حسيت هلا بدها تطلع رصاصه او تموتني. بسرعه رميت الهويه، رميت الشنطه وركضت. ضليتني اركض بطريقه سريعه، طريقه مرعبه يعني، لدرجه اني ما لقيت الا حوالي 50 جندي وراي بطخوا علي بطريقه زي المطر. حسيت مطر بنزل، يعني مطر، شايفين المطر اللي بنزل من عند الله. الرصاص كان على الارض زي المطر تحت رجلي. اطلع اول مره اشوف رصاص حقيقي، اول مره في حياتي. بعدها دخلني على البنات صار يحكي انه هاي بنت جديده، ما لقيت الا الدنيا بالسجن، الغرف تصويت وبصوت بنت جديده ومبسوطين. انا بخعت كثير، يعني شو بصوتوا بنات، شو هدول البنات، شو هدول الغرف، وصوتهم غريب، صوتهم حزين يعني بصوتوا كأنه ناس تطلب مساعده، تعرفش يعني كيف ناس مسجونه هيك. كان اشي انا هذا فاجأني اصلا، بعرفش انه في سجن، بعرفش في اسيرات، بعرفش في سجون عربيه. ضليتني قاعد معهم فكر حالي ان انا متيت وهذا انا عند الله. ضليتني قاعد معهم فكرش انه في سجن، انا في سجن يعني، خصوصا لانه شكلهم مش طبيعي، شكل البنات في السجن مش طبيعي يعني، شكلهم غريب، ابيض كثير ونضف كثير يعني، شكلهم من كثر السجن كمان متغير. يعني احنا شكلنا برا شوي ماسك، هم جسمهم غريب شوي عشان صار لهم 6 سنين 7 سنين. فانا خفت منهم، ما حسيتش حالي في سجن، لان انا اصلا من قبل ما عنديش خلفيه انه في سجون اسرائيليه للبنات. هذا اللي زادني خوف يعني، ضليتني قاعد معهم يحكوا لي شو اسمك وشو هاد. انا احكي لهم اسمي مثلا زينه من قلقيليا، بس خايف ما انامش، اضلني طول الليل صاحي احكي لهم كيف انتوا بتناموا، انتوا قاعدين عند اليهود، انا مش حنام، بنامش في مكان فيه يهود يعني. بعد اسبوعين حكوا لي زينه بسرعه اهلك على الراديو تسمع صوتهم. لما سمعت صوت اهلي استوعبت اني ما متش يعني، هذا كلياته شيء طبيعي. فصرت اقول كل اللي انا شايفه كمان شيء طبيعي، هذا شيء مش طبيعي، وكيف انا شايفه طبيعي. لدرجه من كثر ما انا مش مصدق هدول بنات طبيعيه، بس يناموا بالليل امشي عليهم امسك ايديهم واشوف بتنفسوا طبيعيين، احس جسم هذا عظم. بدي اعرف حالي ان انا متت، انا عند الله فوق في السماء ولا تحت، ما انا مش عارف يعني. امسك بنت وبنتين احس في تنفس، احس اشعر اقول والله بتنفسوا، هي بتتنفس هي يعني. كان صعب علي يعني، بعدين وين استوعبت ان هدول طبيعيين وانا بسجون اسرائيلي، وهدول مجموعه البنات كانوا 162 بنت. فهيك بس بعدين استوعبت انه انا طبيعي، فصرت بلشت اني بدي اتاقلم معه. هذا بعد اسبوعين ضلني صاحي طول الليل اقول لهم مستحيل انا انام في مكان فيه يهود، انا بلمش يعني مش حنام في مكان فيه هيك فيه يهود، وانا مش عارف وين انا وين اهلي، وين مش مستوعب يعني، ومتخيل حالي كمان ان انا متت صراحه من كثر الطخ، فكرت ان انا متت.